أنا اليوم سعيد أنني موجود فوزان وأنا في الكواليس مباشرة قبل ما نطلع للمسرح، وكاين واحد تبارك الله واحد الجمهور كبير كبير كبير، وزان كلها محتفلة لأننا حنا في المؤتمر الرابع ديال المدن العريقة، وأنا عملت جهدي باش الأغنية ديالي الجديدة توجد وتسجل وتصور فيديو كليب وتكون واجدة اليوم مع الفرقة باش نقدموها. أنا جيت سعيد بهذا الجمهور الغفير اللي جا على ودي، ومعايا سناء عبد الحميد هي اللي تسمع تتغني دابا، ومعايا الصغيرة ديالي هذه بنت وزان هناء، غادي نديروها مفاجأة وغادي نطلعوها في الأخير تغني معايا، وتنتمنى تروحكم السهرة وبارك الله فيكم. شكرا.